أيضا تسأل وتقول هل هذا حديث لا عزاء بعد ثلاث؟ هذا من كلام أهل العلم، يقول يستحب العزاء إلى 3 أيام، فهذا من كلام أهل العلم ولا أعرف له أصلا من السنة، لكنهم عللوا ذلك لأنه بعد الثلاث ينسى المصاب، ينسى مصيبته، فلا تجدد عليه المصيبة بعد نسيانها، قالوا إلا لمن كان غائبا، اللهم المستعان، فلا بأس أن يعزي بعد الثلاث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.